وادي يا سيدي الجزمه. انا الحقيقه نفسي اديكوا كلكم بالجزمه بس مش هينفع النهارده للاسف. عايزين فلوس. عايزين فلوس؟ طب اعمل ايه؟ انا مش عارف. عايزين فلوس. طيب يا حاج حاضر، مش عارف اقلع لكم البنطلون ولا ايه. معايا دفتر الشيكات بالصدفه. اتفضل يا حاج، ادي شيك ب 10 جنيه. اصلا مشوار البنك اصلا اغلى من كده، بس انتوا اللي اضطريتوني لكده. وادي شيك ب 10 جنيه لحضرتك. اتفضل. حضرتك شيك ب 100 عشان انت واقف ساكت من الصبح. انا اسف يا بنات، معلش الشيكات خلصت. يعني هتمشي ان انا محتاجه؟ معقول يعني انا اقول للخير لا يا حاجه؟ معقوله؟ استني يا حاجه، استني ده كارت الاي تي ام البنك الناحيه الثانيه. ما شاء الله يبارك فيك. الرقم السري 1980. شكرا يا بيه. ربنا يخليك. ادعي لنا يا حاجه. وانا ماليش نصيب في حاجه منك. ها؟ ماليش نصيب في حاجه منك. استني هفكر لك في حاجه، مش عارف. اتفضلي اتفضلي يا حاجه، ادي الكوريك والعد. ما اعرفش هتستفيدي بيهم ايه، بس اتفضلي. ربنا يحنن عليك يا رب. طب واحنا هتكسفنا؟ معقول اكسفكم؟ ده انتوا احباب الله. بص استبن ده ما نزلش على الارض، تحرجوه بقى والعبوا بقى وبسطوا. يلا يلا يا اولاد يلا. طب وانا يا ابني؟ ايه يا حاجه؟ يلا يا ابني. انت معاهم؟ استنى اشوف لك حاجه. امسك يا حاجه، ده الهضبة الأخراني أوريجينال. اتفضلي. سلام. ادعيلي وادعي للهضبة. والهضبة يا رب. ربنا يخليك يا حاج. أنت يا ابني أنا مش طالبة منك عصير جوافة بقالي ساعة. معلش يا فندم، هودي الأوردر ده للترابيزة دي وأجيب لستك الأوردر حالا. طب ليه بس كده تنرفزني وتطلع زرابين أهلي؟ لسه هستناك. معلش يا فندم، اصلا النهارده لوحدي في الشيفت. لوحدك في الشيفت؟ طب ليه يا ابني ما قلتليش اساعدك؟ العفو يا فندم، انا ما اقصدش والله. انا اقصد هو ايه، ما بقاش في رحمه بين البشر؟ روح انت هات لها الجوافه وسيبني انا اشوف الطلبات. ما ينفعش يا فندم. بابا بابا الحق. طب روح انت وما تشتغلش، ريح، انا هكمل الشيفت مكانك. في ايه يا كريم؟ الواد عند المراجيح خد دوري فضربته وطلعت اجري. ضربته ليه؟ ليه يا كريم؟ من امتى بنضرب الناس؟ انا علمتك كده؟ ايوه بابا انت معلمني كده. ايوه بس مش النهارده. انت جاي النهارده الصيعه. اتفضل لما نشوف. تيجي منك انت. هو الواد ده يا سيف؟ ايوه هو الواد ده. السلام عليكم. ابنك ضرب ابني. اكيد غلطان يا فندم. ابني ما يغلطش ابدا. ابني انا اللي غلطان يا فندم، وانا عرفته غلطه واوعدك ان انا هحبسه وهعاقبه، بس مش النهارده. يلا يا كريم بوس على دماغ سيف وقول له ايام سوري. يتضرب زي ما ضرب الواد. يتضرب ليه؟ دول العيال بتلعب مع بعض، يعني خليهم يبوسوا بعض ويحضنوا بعض ونروح كلنا مبسوطين. زق معايا اليوم يا فندم والنبي. طب ايه رايك بقى ان الواد هيتضرب وانت هتتضرب معاه؟ بابا ده بيشتمك، اضربه يا بابا. ما شتمش يا كريم، ما شتمش، ما تولعش الدنيا. الراجل قال انت تتضرب وانا هتضرب معاك، فين الشتيمه في كده؟ وبعدين احنا حتى لو شتم اللي بيشتم بنقول له الله يسامحك. اه ونروح بقى للمس. بابا تحب اروح عندها لك ماما؟ لا حبيبي، ماما مش هتسعفنا النهارده، ماما متبنجه بقى لها كتير. وبعدين ده راجل مش كويس وبيعمل بولي، واللي بيعمل بولي بنسيبه ونمشي. بولي؟ طب خد بقى واحدة بولي. ايه؟ واحد. الله يسامحك. طب واحدة ايه؟ ماما ماما ماما. ايه يا حبيبي؟ بابا بيتضرب هناك. طب روح اسأله كده، قول له ماما بتقول لك هنحلي ولا اطلب الشيك؟